les vidéos les d'ajouter à juger les opérations les mohimmin bzaf l'algorithme les la déclaration ou l'affectation. Cette vidéo on va juger les opérations ni hatta homa mohimmin bzaf fash kanخدمو واحد الالغوريثم ولا واحد البروغرام. نفترض اننا عندنا واحد المشكل كما قلنا في اوديبي ديال هاد لي فيديو ديال الالغوريثم قلنا ان الالغوريثم هو واحد لا سوليسيون كنعطيوه باش نحلوا واحد المشكل. نفترض ان عندنا واحد لا بيرسون مي كيعرفش كيفاش يدير لا سوم. هنا غادي نحاولوا نقادوا ليه واحد الالغوريثم اللي يقدروا يتبعوه من بعد ويحل هذا المشكل هذا ديال لا سوم. بطبيعه الحال كما شفنا في الاول ان الالغوريثم غنديروا من بعد لا تراديكسيون ونحولوا لواحد البروغرام ونيكزيكوتيو فواحد الاورديناتور. دونك هذا لوتيليزاتور اللي عنده مشكل غادي يستعمل الاورديناتور ديالو باش يحل هذا المشكل ديال لا سوم. الوغ في الاورديناتور ديالو كاين عنده واحد البروغرام اللي كيعطي لا سوم ديال جوج ديال الاعداد. لوتيليزاتور اول حاجه غادي يدير غادي لونسي البروغرام. فاش غادي لونسي البروغرام غادي يعطي هذا الميساج اللي مكتوب فيه بروغرام كيكالكول لا سوم. من بعد بروغرام غادي يكتب ليه ثاني واحد الميساج اخر غادي يقول ليه في اونتري لا فالور دو ا. غيطلب منه انه يدخل لا فالور دو ا. اي ابري البروغرام غادي يتسنى لوتيليزاتور يدخل لا فالور دو ا. من بعد لوتيليزاتور شنو غادي يدير؟ غادي يستعمل الكلافي وغادي يكتب واحد القيمه. مثلا في هذه الحاله غادي يدخل قيمه 130 وغادي كليكي على اونتري. من بعد لا ميم شوز غادي يعطي ثاني البروغرام واحد الميساج اخر غيطلب منه يدخل القيمه ديال بي. نفس الشيء لوتيليزاتور غادي يستعمل الكلافي وغادي يدخل واحد القيمه لبي مثلا القيمه ديال 6. من بعد البروغرام غادي يحسب وغادي افيشي لو ريزولتا. في هذه الحاله غادي يقول لي ان لا سوم هو 44 يعني الا زدنا 38 6 بروغرام حسب هذا الشيء وافيشا 44. هنا في هذه الحاله هذه قدينا دونك لورديناتور في واحد البروغرام اللي هو اصلا اللي بازي دونك كيعتمد على واحد الخوارزميه واحد الالغوريثم اللي كيحل هذه المشكله ديال لا سوم. الا لاحظتوا مزيان هذا البروغرام فيه جوج الحويجات. دونك الحاجه الاولى هو انه كيافيشي واحد الحاجه كيافيشي واحد الميساج بحال مثلا في اونتري لا فالور دو ا لا سوم 44 دونك بروغرام كيكالكول لا سوم. هادو كلشي سو سون دي ميساج اللي كيافيشيهم البروغرام. ثاني حاجه هذا البروغرام كاين فيه هو ان كيعطي لوتيليزاتور لا بوسيبيليتي باش يدخل واحد الشيفر. بحال مثلا في هذه الحاله كيطلب من لوتيليزاتور يدخل القيمه ديال بي والبروغرام كيتسنى حتى يجي لوتيليزاتور ويدخل لا فالور دو بي. دونك كاين جوج ديال الحويجات في هذا الالغوريثم ولا جوج ديال الانستركسيون اللي هما ضروريين اي واحد خصو يعرفهم في الالغوريثم ولا في البروغراماسيون. الحاجه الاولى كيفاش نكتب واحد الميساج والحاجه الثانيه كيفاش نقرا واحد الحاجه كتبها لوتيليزاتور. وبالتالي عندنا جوج لي زوبيراسيون اللي غادي نشوفوهم وغنخدموا عليهم في هذا الفيديو. لوبيراسيون الاولى اللي هي اكرير ولوبيراسيون الثانيه لير. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش كنديروا هاد لي دو زوبيراسيون وغادي نديروا دي زيكزامبل. في الاخر غادي نديروا واحد ليكزيرسيس باش تفهموا اكثر هاد لي دو زوبيراسيون. غادي نبدا باللوبيراسيون الاولى اللي هي اكرير. هاد لوبيراسيون كتسمى اون اوبيراسيون ولا واحد لانستركسيون دو سورتي يعني كنافيشي شي حاجه كنخرج شي حاجه لوتيليزاتور كيشوفها. بطبيعه الحال هنا كنافيشي لوتيليزاتور سواء كنافيشي ليه واحد لو نومبر سواء كنافيشي ليه واحد لا فالور ديال واحد الفاريابل سواء كنافيشي لو ريزولتا ديال واحد لوبيراسيون. بحال مثلا ديك 44 اللي شفنا هي لو ريزولتا ديال واحد لوبيراسيون اللي فيها العدد الاول زائد العدد الثانيه. اولا ممكن افيشي لوتيليزاتور واحد الشين دو كاركتر نكتب ليه واحد لو ميساج بحال مثلا في اونتري لا فالور دو ا اولا بروغرام كي كالكول لا سوم. كيفاش كنديروها في الالغوريثم كيفاش كنكتبوا لي لانستركسيون اكرير في الالغوريثم. دونك لا سانتاكس هي هذه. ممكن نستعمل ثلاثه ديال الكتابه. الا بغيت نافيشي القيمه ديال واحد الفاريابل بحال مثلا لا سوم ديال لي دو نومبر مثلا هاد لا سوم حسبته حطيته في السي باش نافيشي خصني نستعمل اكرير اونتر دو بارونتيز السميه ديال الفاريابل. ولكن اتونسيون هنا ما خصناش نديرو لي غيومي. دونك لي غيومي خصنا نيفيتيو نكتبو ديريكتومون لو نوم دو فاريابل. اكرير ممكن نستعملها بالطريقه الثانيه نكتب اكرير اونتر دو بارونتيز دو غيومي ونكتب واحد الميساج. هذا الميساج كيبان كيما هو يعني كيما كتبتيه هنا في وسط هذوك لي دو غيومي كيبان لوتيليزاتور كيبان ليه في ليكرون. هنا ممكن مثلا نكتب لوتيليزاتور دي زانديكاسيون نكتب ليه واحد الميساج باش نعاونو باش يحل واحد المشكل. اولا ممكن نستعمل لي دو نكتب واحد الميساج اي او ميم طون نكتب واحد الفاريابل بحال مثلا في المثال اللي كنا شفنا في الاوديبي ديال هذا الفيديو اللي هو لا سوم اي ومن بعد كتبنا لا فالور 44 اللي هي مثلا لو ريزولتا ديال الكالكول. هنا شنو درت؟ درت جوج ديال الشوز او ميم طون في اكرير كتبت واحد الميساج واحد الشين دو كاركتر ممكن نكتب اي حاجه بغيت. درت فيغول باش نسيباري البلوك الاول ديال الميساج والبلوك الثاني اللي فيه الفاريابل. هنا الفاريابل اللي فو فيغ اتونسيون هنا الفاريابل دائما كيكتبوا بلا ليغومي. ممكن نزيد دوتر بلوك في هذا الاكرير نزيد فيغول ونزيد دوتر بلوك باش نافيشي دونك حويجات اخرين ولا افيشي القيمه ديال واحد الفاريابل اخر ولا ممكن ندير اي حاجه بغيت. هنا كيلكو زيكزومبل مثلا الا جيت ليكرون دونك جيت في الالغوريثم وكتبت اكرير اونتر دو بارونتيز ا. هذا سا سينيفي كوا؟ سينيفي انني كنكتب كنافيشي في ليكرون لو كونتوني ديال ا. مثلا هذا واحد الفاريابل مثلا القيمه ديالو 6 دونك الا كتبت اكرير ا
اشنو غادي يبان في ليكرون ما غاديش تبان ا ولكن غتبان القيمه ديال ا اللي هي 6 الا درت في ليكرون دونك في الالغوريثم ايكريغ اونتر دو بارونتيز دو غيمي ماروك سا سينيفي كوا سينيفي انني كان افيشي في ليكرون الميساج التالي اللي فيه ماروك دونك هنا لاحظوا مزيان انني كندير لي غيمي دونك الا ما درتش لي غيمي غادي يعطيني ايرور ان ماروك هي واحد الشين دو كاركتر ماشي واحد الفاريبل الا كتبت الميساج الثالث اللي هو ايكريغ اونتر دو غيمي ا ايغال درت فيرغول ا سا سينيفي كوا سينيفي ان داك البلوك الاول كيبان كيما هو لانه كاين اونتر دو غيمي او لا جوج شرطات ا ايغال البلوك الثاني اللي كاين مورا لا فيرغول اللي فيه ا هنا ما غاديش تبان ا ولكن غتبان القيمه ديال ا في ليكرون كيما شفنا في ليكزامبل اللي داز فاش كنكتب هاد لي دو ميساج بروغرام كي كالكول لا سوم في اونتري ا الا لاحظتوا مزيان اننا استعملنا ايكريغ دونك اونتر دو بارونتيز دو غيمي بروغرام كي كالكول لا سوم باش نكتب لا ميساج في اونتري لا فالور دو ا ايكريغ اونتر دو بارونتيز دو غيمي كتبت لا ميساج في اونتري لا فالور دو ا الى لاحظتوا مزيان داك الميساج كيبان كيما هو في ليكرون ديال لورديناتور دابا غندوز لوبيراسيون الثانيه اللي كتخلينا اننا نقراو داك الشيء اللي غادي يكتب لوتيليزاتور او لوتيليزون الكلافي هاد العمليه كتسمى ليغ او لا اون اوبيراسيون دونتري يعني لوتيليزاتور كيستعمل الكلافي باش يدخل واحد الحاجه لورديناتور هاد لانستركسيون توجور دوموند ا لوتيليزاتور انه يدخل واحد القيمه والبروغرام هنا كيحبس كيتسنى حتى كيدخل لوتيليزاتور لا فالور ديال داك الفاريابل هنا il faut faire attention لواحد الحاجه اللي هو لو تيب مثلا عندي واحد الفاريابل طلبت من لوتيليزاتور يدخل لنا لا فالور دو ا اللي هي مثلا واحد العدد مثلا 6 الا جيت مثلا وكتبت ولي انني كتب عدد كتبت واحد الحرف ولا كتبت واحد كاركتر سبيسيال انا شنو غادي يطرى غادي تكون عندنا ايرور خصنا نكتبوا دونك لوتيليزاتور خص يدخل لي فالور اللي عندهم نفس التيب اللي هو ديكلاري ديجا في البروغرام سانتاكس هي التاليه دونك ليير اونتر دو بارونتيز سميه ديال الفاريابل ممكن نكتب اونتر دو بارونتيز سميه الفاريابل بلا ليغومي هنا دونك لير ما فيهاش ليغومي اصلا ممكن نستعمل لير بالصيغه الثانيه انني نكتب اوست لير بزاف ديال الفاريابل مثلا نطلب من لوتيليزاتور دخل الفالور ديال الفاريابل الاول الفاريابل الثاني الثالث انسي سويت هنا كيلكو زيكزامبل ديال هاد لوبيراسيون هادي فاش كنكتب مثلا في الالغوريثم لير اكس انا شنو كيطرى غادي نتسنى من لوتيليزاتور يدخل القيمه ديال اكس اولا غندوموندي لوتيليزاتور يدخل القيمه ديال اكس الا كتبت لير اونتر دو بارونتيز نون فيرغول برينون فيرغول اج انا كندوموندي من لوتيليزاتور يدخل القيم اولا لي فالور ديال 3 ديال لي فاريابل اللي هما نون برينون اي اج هنا فاش كندير هاد لي انستركسيون فواحد الالغوريثم شنو كيطرى في البروغرام اللي غادي ندير من بعد البروغرام كيتسنى الى طون شنو كيتسنى كيتسنى ان لوتيليزاتور يستعمل الكلافي باش يدخل لي فالور ديال دوك لي فاريابل اي ابري البروغرام كيكمل ليكزيكسيون ديالو كيدوز لي انستركسيون اللي جايين مورا هاد ليغ الى رجعنا للبروغرام اللي كنا شفنا توت الور كنا هضرنا على بروغرام كي كالكول لا سوم او في اونتري لا فالور دو ا هادو كنديرهم باش كنديرهم ايكريغ هنا لاحظوا مزيان ان نوع الكورسور كيتسنى دونك كيسيني اشنو كيتسنى كيتسنى لوتيليزاتور يدخل الكلافي في هاد الحاله باش ندخل لا فالور دو ا خصني نستعمل لانستركسيون التاليه اللي هي لير اونتر دو بارونتيز ا دونك ا راه ديجا واحد الفاريابل اون سيبوز كو ا راه ديجا واحد الفاريابل ديجا ديكراريناها في البروغرام ديالنا دابا غندوزو لواحد ليكزيرسيس هاد ليكزيرسيس في ثلاثه ديال لي فاريابل دونك اكس واي اي زد دابري لافيكتاسيون دونك اكس افيكتينا لها 150 واي افيكتينا لها 100 وزد افيكتينا لها دي اش الا لاحظتوا مزيان ان لو تيب ديال اكس غادي يكون اونتي ولا ريال لا ميم شوز بور واي ولكن بور زد ما غاديش يكون لو تيب هو اونتي ولا ريال غادي يكون شين دو كاركتر حيت ديجا كاينين عندنا لي دو غيومي لا كيستيون هو اشنو غادي يطرا اشنو غادي تافيش في ليكرون فاش كندير لي انستركسيون سويفونت دونك لانستركسيون ايكريغ هيلو وورد اشنو غادي يبان في ليكرون غادي يبان الميساج كيما هو اللي هو هيلو وورد الا كتبت في ليكرون ايكريغ اكس انا ما استعملتش لي غيومي اشنو غادي يطرا في ليكرون غادي تافيش في ليكرون القيمه ديال اكس اشنو هي القيمه ديال اكس هي 150 الا درت écrire entre deux parenthèses de gum et z شنو غادي يطرا غادي تافيشا في ليكرون ما غاديش تافيشا القيمه ديال z ولكن غادي تافيشا الكاركتر z كيما هو الا درت لانستركسيون سويفونت لي écrire entre deux parenthèses x fois 2 شنو غادي يطرا غادي ناخذ البروغرام غادي ياخذ ولا الالغوريثم غادي ياخذ لا فالور دو x اللي هي 150 وغادي يضربها في جوج وغادي افيشي لو ريزولتا اللي هي 300 الا كتب الميساج التالي écrire entre deux parenthèses دو غومي بري دو بوان هنا غادي نبدا بهاد بري دو بوان كتبان كيما هي في ليكرون ما غاديش تبدل من بعد اكس بلس واي هنا غادي نحسبوا اكس بلس واي الا شفنا اكس بلس واي دونك اكس زائد واي 150 زائد 100 هي 250 فيرغول هذا بلوك اخر يعني غادي تافيش حتى الزد شنو غادي تافيش في الزد شنو اصلا هي الزد هي دي اش دونك غادي تافيش بري دو بوان
250 DH donc هذا هو لو ريزولتا ديال هاد لانستركسيون. دابا غندوزو لواحد ليكزيرسيس اخر. هنا عندنا 4 كيستيون. الهدف من هاد ليكزيرسيس هو نكتب واحد البروغرام اللي كيحسب لينا المساحه ديال واحد الدائره. هنا لا كيستيون الاول واحد لا كيستيون اللي هو ساهل دوني لي انستركسيون دو ديكلاراسيون. خصنا نديرو لي انستركسيون اللي كيخلونا نديرو لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غادي نخدمو بهم في هاد البروغرام. بالنسبه لهاد البروغرام الا لاحظتوا عندنا المساحه ديال الدائره غادي يكون عندنا جوج ديال لي فاريابل. الفاريابل الاول اللي هو اللي كيتبدل من دائره لدائره اللي هو الشعاع اللي هو الغيوم, والفاريابل الثاني هو السيرفاس ديالها. دونك سيرفاس واحد الفاريابل اللي غادي نحطوا فيه القيمه ديال المساحه ديال الدائره. وغادي يكون عندنا واحد لا دوني ماشي فاريابل, واحد لا دوني اخرى اللي هي دو تيب كونستانت اللي هي بي اي اللي القيمه ديالها 3.14. دونك غادي يكون عندنا دو فاريابل الاولين هما الغيوم والسيرفاس غادي يكونوا دو تيب ريال, وغادي يكون عندنا واحد لا كونستانت بي اي اللي لا فالور ديالها 3.14. هنا دائما ديك الملاحظه ديال ما كنديروش فيرغول في الالغوريثم كنديرو بوان. لا كيستيون 2 دوني لي انستركسيون كي دوموند ا لوتيليزاتور دو تابي لي فالور دي دوني. هنا باش ندوموندي لوتيليزاتور يدخل لي فالور دي دوني اشنو خصني ندير؟ خصني نكتب ليه بعدا واحد الميساج نقول ليه دفي اونتري دونك عافاك دخل لنا لا فالور ديال الغيون. هنا حيت الغيون هو اللي خصنا يدخل لوتيليزاتور, و باش ريكوبيري لا فالور ديال الغيون غادي تستعملوا الانستركسيون لير. الوغ غنكتب في لوتيليزاتور في سيزير لا فالور دو غيون اي اونتر دو دونك من بعد لير اونتر دو بارونتيز الغيون. هاد لي دو انستركسيون كي افيشيو واحد الميساج لوتيليزاتور اوكي تو لا بوسيبيليتي باش يدخل لا فالور دو غيون اون اوتيليزون الكلافي اللي عنده. لا كيستيون التالت دوني لي انستركسيون دو تريتمون. في هاد الحاله شنو هو التريتمون؟ هو التريتمون في هاد الحاله هو لو كالكول دو سيرفاس. اون جينيرال باش كنحسبوا المساحه ديال واحد الدائره كنديروا الشعاع اوسي 2 فوا بي اي. دونك الفاريابل لا فاريابل سيرفاس غادي ياخذ القيمه ديال l'opération suivante liée à le rayon fois le rayon fois pi. La dernière chose, donner les instructions qui permet d'afficher le résultat. Et là, ce qu'on fait, c'est quelque chose très très important dans l'algorithme. Et on a fait l'algorithme, quand on dit la déclaration, quand on dit les instructions, les quêtes pour l'utilisateur et les données, programme qui dit le traitement, qui dit les calculs, les opérations, ou l'akhir, quand on dit l'affichage de résultat. C'est le processus de l'outil comme d'abord, ou la manière, les chutes d'abord, il y a la manière, il y a des procès de l'email, les algorithmes, d'email. Alors, je vais afficher le résultat sur l'écran, je vais utiliser écrire. ونكتب الريزولتات ديالنا, ولكن اتونسيون هنا فاش كندير اكري غنستعمل دو بلوك. البلوك الاول كنكتبو فيه لاغ دو سيركل اي او لا سيرفاس دو سيركل, هي كنكتبو اونتر دو غيومي اي ابري دونك كندير فيرغول باش كنسيباري البلوك الاول مع البلوك الثاني. البلوك الثاني شنو كندير فيه؟ كندير فيه السميه ديال الفاريابل. في هذه الحاله اشنو هو الفاريابل اللي فيه لا سيرفاس ديال الدائره؟ هو الفاريابل سيرفاس, وبالتالي كيبان في ليكرون القيمه ديال السيرفاس على حساب الغيون اللي دخل لوتيليزاتور.